الله 11 علامة تبشر الأخت المطلقة والمنفصلة والأخ المطلق والمنفصل بالزواج من شخص آخر وفتاة أخرى. 11 علامة وهي رؤية الثياب المقطعة وتغييرها، والحذاء المقطع وتغييره، والحزام والشراب المقطع وتغييره، والحجاب والعمائم المقطعة وتغييرها، وضياع الخاتم ولبس خاتم آخر، وضياع الحقيبة والولادة ودخول الجنة أو الحديقة، والحرث في الأرض الغير معروفة، وشراء السرير أو اللحاف الجديد، والهدية من شخص غير معروف. علامات تبشر بالزواج من شخص غير معروف أو شخص جديد. تعالوا نتكلم عن هذه العلامات بالتفصيل. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله، وجزاكم الله عنا كل خير على حسن الاستماع وعلى الحضور وعلى مشاهدة الحلقات وعلى كلامكم الطيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم عني كل خير. حلقة النهاردة بتتكلم عن 11 علامة تبشر الأخ والأخت المنفصلين أو المطلقين بزواجهم من شخص آخر. أول علامة وهي رؤية الثياب المقطعة وتغييرها لثياب جديدة. على سبيل المثال، لو الأخت أو الأخ شافوا أن ثيابهم مقطعة أو بقت قديمة وبيشتروا ثياب جديدة علشان يخلعوا الثياب القديمة، فهي بشارة بزواجهم من شخص جديد، لأن الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالثياب يا أخوة بترمز للزواج، فرؤية الثياب مقطعة هي رمز للانفصال أو الطلاق، أو هي رمز بأن الأخ والأخت منفصلين عن شخص أو فتاة معينة، ورؤية الثياب الجديدة هي بشارة بارتباطهم بشخص جديد. العلامة الثانية وهي رؤية الحذاء المقطع وتغييره. يعني لو الأخ والأخت شافوا أن حذائهم في المنام متقطع أو حصل فيه شيء أو خلعوه أو ضاع منهم، فهي دليل على انفصالهم من شخص أو فتاة معينة، ورؤيتهم أن هم بيشتروا حذاء جديد أو بيلبسوا حذاء جديد، فهي بشارة بأنهم سيرتبطوا بشخص جديد أو فتاة جديدة. العلامة الثالثة وهي رؤية الحزام أو الشراب المقطع. الحزام والشراب أيضا بيرمز للزواج، فلو الأخ والأخت شافوا أن حزامهم أو شرابهم متقطع أو ضاع في الحلم، أو أنهم بيخلعوه علشان يشتروا أو يلبسوا شراب أو حزام جديد، هي بشارة بارتباطهم بشخص جديد وتيسير أمور جوازهم من شخص آخر. العلامة الرابعة وهي رؤية الحجاب أو العمائم مقطعة في الحلم، أو إنها ضاعت، أو إن الأخ والأخت بيخلعوهم علشان يلبسوا حجاب أو عمائم جديدة، أو إنهم بيشتروا حجاب أو عمائم جديدة عشان يلبسوها، هي بشارة أيضا بارتباطهم بشخص أو فتاة أخرى غير اللي هم كانوا مرتبطين بيهم. العلامة الخامسة وهي ضياع أو خلع الخاتم. لو الأخ والأخت شافوا أن الخاتم بتاعهم ضاع في الحلم، أو أنهم بيخلعوه بيرموه، أو أنهم بيخلعوه بيلبسوا خاتم آخر، هي دليل على ارتباطهم بشخص جديد أو فتاة أخرى غير اللي الأخ كان مرتبط بيها، ويكون الشخص على حسب الخاتم. فلو الخاتم حلو وغالي القيمة وحسن المظهر، فالشخص الجديد أو الفتاة الجديدة يكونوا مرحين أو طيبين، وعلى حسب نوع الخاتم وشكله بيكون نوع الزوج أو الزوجة ومواصفاتها. العلامة السادسة وهي ضياع الحقيبة أو شراء أخرى. لو الأخ أو الأخت شافوا أن الحقيبة بتاعتهم أو شنطة النساء اللي الأخوات بتمسكها في إيديها ضاعت منها، أو رأيتها أنها متقطعة في الحلم وبتشتري واحدة جديدة لأن القديمة خلاص ما بقتش تنفعها، فهي بشارة بزواجهم من شخص آخر. العلامة السابعة وهي مخصصة للأخوات، وهي الولادة ورؤية الجنين. لو الأخت شافت في الحلم إنها كانت حامل وولدت وشافت الجنين، فهي بشارة بالفرج عليها وبشارة بجوازها، لأن الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فالوهن هو الضعف،
الضعف والتعب، والأخوات اللي بيكونوا منفصلات أو مطلقات هم في وهن وتعب ومشقة، رؤيتهم إنهم حامل في الحلم وبإنهم بيلدوا وبإنهم بيشوفوا الجنين هي بشارة بالفرج القريب القادم ليهم إن شاء الله، العلامة الثامنة، وهي دخول الجنة مع شخص غريب أو دخول الحديقة مع شخص غريب، لأن الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. فلو الأخت شافت إن القيامة قامت أو هي دخلت الجنة مع شخص غريب هي بشارة بجوازها، وكذلك للأخ. ولو الأخت أو الأخ شافوا نفسهم ماشيين في حديقة خضراء فهي أيضا رمز للزواج من شخص جديد. ولو الأخ أيضا أو الأخت شافوا نفسهم ماشيين في حديقة مع شخص غريب أو فتاة غريبة فهي بشارة بارتباطهم بشخص آخر لم يعرفوه من قبل. العلامة التاسعة، وهي الحرث أو الزراعة في أرض غير معروفة. لو الأخت أو الأخ شافوا إنهم بيزرعوا في أرض غير معروفة فهي دليل على جوازهم من شخص أو فتاة لم يعرفوهم من قبل، لأن الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. فالحرث أو الزراعة ورؤية الأخ أو الأخت إنهم بيزرعوا أرض غير معروفة هي بشارة بجوازهم من فتاة أو شخص غير معروفين لهم. العلامة العاشرة، وهي شراء السرير أو اللحاف أو الغطاء أو المخدة أو الوسادة، أي شيء يا أخوة بيرمز للسكينة وللنوم وللراحة هي بشارة بالجواز، لأن الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فرؤية الأخ والأخت إن هم بيشتروا سرير جديد أو غطاء جديد أو مخدة جديدة أو بيشتروا أي حاجة للنوم أو للراحة جديدة فهي بشارة لهم بارتباطهم بشخص أو فتاة لم يعرفوهم من قبل. العلامة الحادية عشرة والأخيرة، وهي الهدية من شخص غريب أو غير معروف. لو الأخ والأخت شافوا إن في شخص أو فتاة هم ما يعرفوهمش في الحلم بيدولهم هدية هي بشارة بجوازهم من شخص لم يعرفوه من قبل، لأن الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. فالهدية يا أخوة في الحلم هي دليل الفرح ودليل الجواز، فهي بشارة بجوازكم من شخص لم تعرفوه من قبل. أسأل الله العظيم بملكوته وجبروته وأن أنه قادر على كل شيء وأنه يقول للشيء كن فيكون، أن يرزقكم الأزواج الصالحين والزوجات الصالحات والذرية الصالحة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا اغفر لنا وهب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا لا تذرنا فرادا وأنت خير الوارثين. ارحم عبادا ضعفاء مساكين يا أرحم الراحمين. ارحم عبادا ملأ الحزن قلوبهم يا أرحم الراحمين. ارحم عبادا انكسرت قلوبهم يا أرحم الراحمين. ارحم عبادا وقفوا على بابك طالبين الفرج طالبين السعادة طالبين النجاة من الحزن والشقاء يا أرحم الراحمين. اجعل هذا الدعاء وهذه الليلة فرج علينا يا رب العالمين. انزل علينا الفرج، يسر لنا كل أمر عسير، واغفر لنا وتقبلنا وتقبل منا وأنت خير الراحمين برحمتك يا رب العالمين. وصلى
اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.